والآن مع متسابق آخر. والآن مع الشاعر أسامة أنور أو أسامة نور. الأستاذ أسامة نور ناقد كبير وشاعر راقي ومحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذه الليلة الرائعة التي تسطر في التاريخ. شكرا لمعالي الدكتور فايز العلي، وشكرا للمملكة العربية السعودية، وكل التحية والتقدير لكل البلد العربية ومصر، وكل التحية والتقدير للسيادة معالي الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كل التعاون والتقدير لمصر ولكل البلاد العربية حماها الله وحفظها. قصيدة بعنوان تحية للنقاد الكبار أساتذتنا أعضاء المنصة القرآنية. بكاء المرايا، ماذا تبقى غير نزع منوني، جمر يحرق ظاهري ومتوني، بعض ابتسامات بأمواج الأسى صارت ملاذا في هزيع جنوني، لم يبقى غير بقية من عطرها يسري بقلبي يستحث شجوني، أين الفراشات التي في زهوها بهرت برقة خطوها وفتوني، أين الشجيرات التي في غرسها قلب رواها من نزيف طعوني، فتركت قلبي رهن أحلام الصبا رهن التشوق والأسى وظنوني، رفقا فقد ذاب الفؤاد من الجوى والجمر جار من أتون جفوني، والبين شوك في جديب جوانحي والريح تعصف في خريف غصوني، قد صار قلبي في الغرام شريدها وكأن نفسي من شتيت عهوني، كيف الملام وكان حبك جنتي والآن أقبع في العذاب الهوني، قد أشرقت هذه الشموس بثغرها وربيع خديها بكل فنوني، أين المرايا وانعكاس جمالها، تبكي المرايا في ظلام سجوني، هذه قلوب في الهوى مغبونة تخشى انهزاما أو جفاء حروني، ما زال صوتك قيس أسمع نبضه صنو البكاء يهيم منذ قروني، وتباعدت ليلى وظل لهيبها باعت هوايا لظالم وخؤوني، أين العصافير التي كم غردت وصقور عزتنا بكل حصوني، هذه الجياد تقول أين فوارسي صهواتها طاقت لنزع دجوني، ماذا تبقى غير إظلام الأسى وقصيدة تهوى ارتشاف جنوني شكرا لكم وللتحية والتقدير. والآن مع نقد الأستاذة رشا عادل الشاعرة والناقدة الكبيرة. بارك الله بكم وبالجمع الكريم، وحمى الله الشعر والشعراء ومصر والمملكة العربية السعودية، وجمعنا دائما بين الشعر والكلمة الطيبة. بالطبع القصيدة فصحى وسليمة الوزن وسليمة القافية، وألقاها بإحساسه المرهف، فشكرا جزيلا له وبالتوفيق. الآن مع تعليق رئيس اللجنة.
كلمات جميلة والذي جملها الصوت اللحن. بعض الأصوات هي لحن. من يجيد إلقاء الألحان قد يزين ويتغنى بالكلام. فأنا الحقيقة تغنيت بما سمعت. بالتوفيق إن شاء الله.